وأنتم بخير. أمنيات صادقة نوقعها على غصاصات كل عام وكل مناسبة للأحباب من مشتركي زين العالم الجميل. إذن هذه مجلة جديدة وعدد جديد من زين عالم جميل يحوي كل ما هو حافل وكل إشراغ زين وكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. أهلا بكم. فقراتنا كثيرة ومتنوعة وبمتابعتكم أكيد أجمل. ظلت إسهامة زين في كل المجالات واضحة للعيان، ولكن ظلت أوضح في مجالي أو في المجالي الاجتماعي والصحي تحديدا. وبما أن مرض سرطان الثدي في الآونة الأخيرة أصبح أكثر انتشارا، فكانت لزين وقفة قوية جدا في حملة مكافحة هذا المرض في أكتوبر الماضي. حمان الله وإياكم، ومع نتابع جانب من هذه الحملة. تولي شركة زين اهتماماً خاصاً بمرض سرطان الثدي لدى النساء دون الأمراض الأخرى المنتشرة في مجتمعنا، وذلك من منطلق ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض، والتي تبلغ نسبته 29% من نسبة أنواع السرطان وسط النساء. من هنا جاءت رعاية زين لحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرة الرابعة على التوالي، وقد كانت هذه السنة بالتعاون مع مجموعة مبادرات نسائية، حيث أسفرت هذه الشراكة عن توفير عيادات مجانية للكشف المبكر عن المرض، وإقامة مخيم صحي، وتوزيع كتيبات توعوية لرفع الوعي بهذا المرض الخطير. من الشافيات من المرض السرطان، والشكر يرجع لله للمبادرات النسائية ولشركة زين. الجدير بالذكر أن زين تنشئ حالياً مركزاً علاجياً متكاملاً لعلاج سرطان الثدي وعنق الرحم للمصابات، وذلك بالتعاون مع مجموعة مبادرات نسائية بمدينة أم درمان بتكلفة فاقت 1,000,000 جنيه، ويتوقع افتتاحه مطلع العام 2015 بإذن الله. عودة الشاعر الكبير الأستاذ محمد المكي إبراهيم كان لها صدى كبير جدا بين كل المجتمعات المختلفة. هذا الطائر المهاجر الذي حط رحاله بين أهله بعد سنوات طويلة، فبادلوه حبا بحب وودا بود. كالمعتاد زين كان لها نصيب وافر جدا في رعاية المبدعين في بلادي، وكان أجمل وأعظم احتفال. تابع. تعد الشركة السودانية للهاتف السيار زين صاحبة اليد الطولة في دعم مسيرة الثقافة والفنون في السودان، ولا يخفى على كل المتابعين ما قامت به الشركة من دعم للمبدعين وتكريمهم في شتى المجالات. وفي إطار الاستعداد للفعاليات الختامية للدورة الخامسة لجائزة الطيب صالح العالمية التي ترعاها زين، استضاف مجلس أمناء الجائزة بالتعاون مع معهد البروفيسور عبد الله الطيب بجامعة الخرطوم الشاعر والأديب الكبير محمد المكي إبراهيم، في ندوة أتت احتفاءً بالشاعر وتقديراً لساماته الأدبية التي أثرت الوجدان السوداني. جاء ذلك وسط حضور كبير لرموز الثقافة والمهتمين من الكتاب والأدباء والشباب، في إشارة واضحة لتواصل الأجيال. قدمت من خلال الندوة دراسات في أدب المحتفى به وشهادات من كبار الأدباء والكتاب، إلى جانب مختارات شعرية من كتابات المكي. سلام الله يا أبوابها وبيوتها ونخيلها اللفاء، سلاما يا مآذنها وفوج حمامها البكاء. هذا وقد ظلت الشركة السودانية للهاتف السيار زين تنظم الندوة بالتعاون مع ندوة العلامة عبد الله الطيب التي ينظمها معهد البروفيسور عبد الله الطيب للغة العربية بجامعة الخرطوم. امتناني وتقديري لشركة زين، وهي توصل صوتنا إلى كل أنحاء السودان. وكان ذلك في الرابع من نوفمبر 2014 بقاعة اتحاد المصارف بشارع الجمهورية. كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل، كان خلف الصبر والأحزان يحيا. أهلا بكم من جديد.
تواصلت مجهودات زين في دعم التعليم بالسودان وأولت هذا الجانب اهتمام كبير جدا. هذا العام دعمت بعض الولايات بدعم مقدر كان في شكل زي مدرسي بواقع 26,000 زي. كان لولاية الجزيرة نصيب مقدر من هذا الدعم. إذن سجلنا هذه المادة وتشاهدوها هسا. درجة الشركة السودانية للهاتف السيار زين على توزيع الزي المدرسي لطلاب الأساس في العاصمة والولايات، وذلك إسهاماً منها في تطوير العملية التعليمية في السودان. وفي هذا العام خصصت زين 26,000 زي مدرسي لتلاميذ ولاية الخرطوم، الجزيرة، الشمالية ودارفور، حيث كان نصيب ولاية الجزيرة 4,000 زي مدرسي تم تسليمها في احتفالية أنيقة بمقر وزارة التربية والتعليم بود مدني حاضرة الولاية. وقد خاطب الاحتفال المهندس أسهري خلف الله نائب والي الجزيرة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إحساس أخواننا في شركة زين، وهم جزء من المجتمع الذين يعملون فيه. وأوضح أن مبادرات زين في خدمة المجتمع أسهمت في تسهيل العملية التعليمية، مشيراً إلى أن زين تهتم بالبنية التحتية للتعليم. تعتبر زين واحدة من أهم دعائم المعرفة في بلادي، وذلك من خلال الوسائل المعرفية المختلفة، سواء من كانت معلومات منثورة أو باستنباطها برامج التنافس والمسابقات المختلفة. كرمت زين كل الفائزين في مسابقة عيد الأضحى المبارك، طبعاً المسابقة الدينية اللي كانت مطروحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. بنقول لكل الفائزين ألف مبروك، وزين تقدم لهم باقة من الثناء وبتقول لكم شكراً لكم. أحدثت شركة زين للهاتف السيار نقلة كبيرة في مجال المعلومة وتوفيرها عبر عدة وسائل من بينها المسابقات، حيث احتفلت الشركة بمقرها الرئيسي بالمجرام بالفائزين في مسابقة عيد الأضحى الدينية، والتي أطلقتها الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متزامنة مع موسم الحج. وقد ركزت المسابقة على رفع الوعي بأحكام الأضحية والحج وصلاة العيد، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 15,390 متسابق. اختارت منهم زين عن طريق القرعة 8 فائزين، تم تكريمهم بجوائز تذكارية قيمة. الجدير بالذكر أن صفحة زين على الفيسبوك تم إطلاقها في العام 2012 للتواصل والتفاعل الإسفيري مع مشتركيها الكرام، وقد بلغ عدد المعجبين بالصفحة أكثر من 208,000 في أكتوبر 2014. وبما أن زين هي العالم الأكبر والأجمل والشبكة الأوسع والقلب الكبير الذي يسعى الجميع، كان اليوم العالمي للقلب الذي صادف 29 سبتمبر هو يوم هام جدا بالنسبة لشركة زين، حيث أولد هذا الاحتفال اهتمام كبير جدا لرفع الوعي للحفاظ على القلب. طبعا الحدث يعني وجد اهتمام كبير جدا من كافة الشرائح المجتمعية. كنا هناك نتابع. ظلت شركة زين للهاتف السيار شريكاً أصيلاً في كثير من القضايا الحياتية، وفي هذا الإطار جاءت مبادرتها برعاية الاحتفال باليوم العالمي للقلب بالتعاون مع مستشفى الشعب التعليمي. اليوم الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام جاء هذا العام تحت شعار حياتنا عمل ورياضة، وقد هدفت زين من هذه الرعاية إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على صحة القلب. وقد نظمت جمعية أصدقاء القلب ومستشفى الشعب التعليمي برعاية زين مسيرة رياضية شاركت فيها مجموعة من القيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات الرياضية والشبابية. وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مامون حميدة ثمن الأدوار التي تقوم بها زين في المجالات الصحية المتعددة. والإخوة الداعمين لزين ومجلس أمناء هذا المستشفى العريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم من أمراض القلب. أما المدير التنفيذي لقطاع العمليات بشركة زين الأستاذ إبراهيم أحمد الحسن، فقد أمن لدى مخاطبته المسيرة على شراكة زين الاستراتيجية مع وزارة الصحة. شراكة ذكية نتمنى أن تمتد لتشمل كل مناحي الحياة، وما الصحة إلا هي المنحة والمنحنى الصعب والأهم لدى الإنسانية جمعاء.
وصلت الشركة السودانية للهاتف السيار زين رعايتها لكل الفنون المختلفة في ضروبها المختلفة، وذلك من خلال رعايتها لليلة الافتتاحية لليوبيل الذهبي لاتحاد الغناء الشعبي الذي كان بالمسرح القومي بأم درمان، طبعا بحضور زين كان العالم أجمل وكانت الليلة أجمل. نتابع برعاية كريمة من الشركة السودانية للهاتف السيار زين. دشن اتحاد فن الغناء الشعبي الليلة الافتتاحية لليوبيل الذهبي للاتحاد بالمسرح القومي بأم درمان، وبحضور وزير الثقافة الاتحادي الأستاذ الطيب حسن بدوي، ومعتمد محلية أم درمان الأستاذ الياس عتاج، والأستاذ محمد عبد الباقي مستشار العلاقات الحكومية وتنظيم الاتصالات بشركة زين، وسط تدافع جماهيري غير مسبوق من محبي ورواد الفن الشعبي. أكد وزير الثقافة الاتحادي الأستاذ الطيب حسن بدوي على دور ومكانة الفن الشعبي في الثقافة السودانية باعتباره ملمحاً من ملامح الهوية الوطنية وبناء وجدان الأمة وتوحيده. تعتبر ألعاب القوة وهي أم الألعاب الرياضية واحدة من الرياضات التي أوجدت اسم السودان في كثير من المحافل الدولية، رغم ذلك لم تجد الرعاية والاهتمام الكافي. كان اهتمام زين بها من هذا المنطلق. ماذا قدمت زين لها؟ تابع. برعاية زين افتتاح بطولة الجمهورية 14 لألعاب القوى إيمانا من الشركة السودانية للهاتف السيار زين بالدور المهم لألعاب القوى ولرفعة مكانة الألعاب، قامت الشركة برعاية بطولة الجمهورية 14 لألعاب القوى بمضمار فرع الرياضة العسكرية، والتي نظمها الاتحاد السوداني لألعاب القوى تحت شعار ألعاب القوى أم الألعاب لإرساء السلم الاجتماعي. وجاءت البطولة بمشاركة كل الولايات وبرعاية نائب رئيس الجمهورية دكتور حسب محمد عبد الرحمن وإشراف وزير الشباب والرياضة عبد الحفيظ الصادق وتشريف والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد محمد هارون، دكتور تابيتا بطرس وزير الدولة بالكهرباء، الأستاذ هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية، سعادة سفير دولة كينيا بالسودان، ولفيف من الرموز الرياضية وجمهور ألعاب القوى من كل الفئات. تحظى هذه البطولة برعاية كريمة من شركة زين، هذه الشركة الرائدة التي دائما تقف مع المجتمع الرياضي وتقف مع الرياضيين. يا هلا بكل الأحباب من جديد، واحتفل العالم الجميل زين باليوم العالمي للعسل البيضاء الذي أقيم بدرة الشرق كسرة، ذلك إيمانا منها بأهمية هذه الشريحة، شريحة المكفوفين، وضرورة دمجهم في مجتمعنا. إذا كنا هنا فكانت هذه الفقرة مشاهد. ظلت شركة زين لصيقة بفئة المجتمع من خلال الشراكة المجتمعية والتي تتوسع يوماً بعد يوم. ففي ولاية كسلة احتفلت الشركة السودانية للهاتف السيار زين باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة بالولاية الأستاذ محمد أحمد علي، في برنامج تضمن مسيرة للمكفوفين مشياً على الأقدام انطلقت من دار اتحاد المكفوفين وحتى مقر رئاسة شرطة المرور بكسلة. اليوم العالمي للعصا البيضاء ده نحن بنعتبره واحدة من آليات التواصل. نحن شركة الهدف بتاعنا التواصل بين الناس، نوفر الآليات والتقنيات اللي بتساعد الناس فيها تتواصل بيناتهم. البيضاء العصا البيضاء ده لأنه أهم شيء من النقطة بتاعتهم ده أنقذونا شركة الزين والحركة المرور، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاونهم بالخير. يذكر أن شركة زين رعت قبل ذلك اليوم العالمي للعصا البيضاء بمدينة كوستي في العام 2011. انتهت حلقة اليوم، لكن دوما زين معكم في كل مكان وكل زمان، تهديكم الجميل، فبيكم ومعاكم عالمنا أجمل. كونوا بخير، إلى جديد الملتقى، وكونوا على موعد.